دمار وذعر وانقطاع الكهرباء. إعصار ميلتون يثير الفوضى في فلوريدا. بعد أن ضرب إعصار ميلتون وسط فلوريدا وهبط على يابسة الساحل الغربي للولاية الأمريكية قبل ساعات، مما أثار أعاصير مدمرة وحطم منازل وقطع الكهرباء عن نحو 2 مليون شخص. ومع تزايد التحذيرات بشأن الفيضانات المحتملة والعواصف القوية، سارع الكثير من السكان إلى البحث عن أماكن آمنة للابتعاد عن الخطر نتيجة لهذه الظروف الجوية القاسية. بدأ الوضع في منطقة خليج طنبا بالتدهور، مما ينذر بفيضانات كارثية، ويعتبر الخطر الأكبر الناجم عن إعصار ميلتون هو الجدار المائي المعروف باسم عروم العواصف. في البداية كان هناك قلق من أن يصل ارتفاع هذه الجدار إلى 15 قدما، لكن التوقعات الآن تشير إلى إمكانية وصول ارتفاع قياسي يبلغ 12 قدما. وتم تنفيذ إجراءات الطوارئ على مستوى الولاية وإرسال وزارة الصحة أكثر من 200 مركبة استجابة لحالات الطوارئ، وتم توجيه دعوات ملحة للسكان للإجلاء مع تحذيرات صارمة لأولئك الذين يرفضون مغادرة منازلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، كما تشاهدون الآن وصل إعصار ميلتون إلى اليابسة في ولاية فلوريدا الأمريكية بقوة تصنف بالخطر للغاية من الفئة الثالثة على مقياس أعاصير. يتكون من 5 فئات تصاعدية، ويضرب الإعصار الولاية الأمريكية مصحوبا بعواصف مدمرة ورياح عاتية، وقد يتسبب في فيضانات هائلة بحسب المركز الأمريكي للأعاصير. وأن البيانات تشير إلى أن عين الإعصار ميلتون وصل إلى اليابسة بالقرب من سيستاكي بمقاطعة ساراسوتا على الساحل الغربي لفلوريدا، وأن الإعصار هبط على اليابسة في حوالي الساعة 8:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية كإعصار من الفئة الثالثة، وكان مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 195 كيلومترا في الساعة. وبحلول الساعة 11 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة انخفضت سرعة الرياح إلى 165 كيلومترا في الساعة، مما حول ميلتون إلى إعصار من الفئة الثانية رغم أنه لا يزال يعتبر خطيرا جدا. وكانت عين الإعصار على بعد 120 كيلومترا جنوب غرب أورلاندو في وسط الولاية. Here we go, going for a little walk. Hurricane. وقال مركز الأعاصير أن حالة الطوارئ بسبب الفيضانات لا تزال سارية في منطقة خليج طنبا التي تشمل مدن طنبا وسانت بطرسبورغ، وأن ميلتون تسبب أيضا في إثارة 19 إعصارا على الأقل، مما ألحق أضرارا بالعديد من المناطق ودمر حوالي 125 منزلا معظمها متنقلة. وحذر الرئيس جو بايدن سكان المناطق المهددة في فلوريدا بالإعصار من أنهم قد يواجهون أسوأ عاصفة تضرب ولايتهم منذ قرن. وأضاف بايدن مخاطبا سكان ثالث أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان: عليكم الإخلاء الآن، إنها مسألة حياة أو موت. ولم يتسبب مرور ميلتون قبالة شبه جزيرة يوكاتانا في المكسيك بوقوع خسائر بشرية، إذ اقتصرت الأضرار على الماديات، وأن شبه جزيرة فلوريدا بأكملها تخضع لشكل من أشكال المراقبة أو الإنذار، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 2 مليون منزل وشركة في فلوريدا. وقبل وصوله تسبب في حدوث عواصف، وتشير التقارير إلى وقوع وفيات عندما ضرب أحد هذه الأعاصير دارا للمسنين على الساحل الشرقي لفلوريدا، كما دعا حاكم فلوريدا السكان إلى البحث عن ملاذ آمن.
بينما أطلق الرئيس بايدن نداء عاجلا للسكان للبحث عن، وتوقعت السلطات الأمريكية حدوث فيضانات على، ووعد بتقديم مساعدات الذي يتميز بكثافة سكانية وانخفاض في مستوى الأرض. ومن المتوقع يذكر أن فلوريدا وعدة ولايات جنوبية أخرى من الولايات، مرورا بمدينة أورلاندو السياحية الشهيرة، حيث كانت قد تعرضت لإعصار هيلين الذي أودى بحياة 230 شخصا، بينما سعى السكان المرعوبون للبحث وتسبب كما تم إغلاق مطارات ساراسوتا وتامبا إلى إشعار آخر. وكانت عين الإعصار على بعد 120 كيلومترا جنوب غرب أورلاندو في وسط الولاية. وفي ساراسوتا حطمت الرياح نوافذ المنازل القريبة من المياه، وكانت الشوارع خالية من السكان، بينما انحنت الأشجار تحت وطأة الرياح، كما أغلقت المتاجر وتم تأمينها بأكياس الرمل. وأعلن الحاكم أن الوقت أصبح متأخرا جدا للإخلاء وأنه بات من الخطيرة المغادرة، وطالب المتضررين بالبقاء في أماكنهم والاحتماء من الإعصار، محذرا في الوقت ذاته من خطورة الفيضانات والعواصف. وكان عشرات الآلاف من سكان فلوريدا قد فروا في اللحظات الأخيرة قبل وصول العاصفة.